معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من السويد عضو التحالف الوطني المعارض سيد لبيد الصميدعي، مرحبا بك. إذا تظاهرات حاشدة أمام مبنى مجلس المحافظة الجديد، والقوات الحكومية تواجه هذه الاحتجاجات بالرصاص وقنابل الغاز، كيف تنظر سيد لبيد للحراك الشعبي في البصرة الذي لم يتوقف منذ أشهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. متابعة للمظاهرات التي اندلعت منذ بداية تموز من هذا العام وحتى الآن، الخط البياني لهذه المظاهرات بدأ بالتصاعد في تموز كما ذكرنا، لكنه طرأت عليه حالة تراجع كما نتذكر، وهناك عدة عوامل جعلت المظاهرات تتراجع، من بينها النشاطات او الظروف اللي كانت ناتجه عن 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 محرم او هذه الفتره، فتره من 1 محرم الى 40ية الحسين عليه السلام. طرأ تراجع كما ذكرنا. هناك عامل مهم جدا بالحقيقه ادى الى امتصاص نقمه الكثير من الشباب المتظاهرين والغاضبين، حيث أن الحكومة حاولت أن تمتص النقمة من خلال إصدار قرارات بدت للوهدة الأولى جيدة إيجابية بالنسبة لأهل البصرة، من بينها تخصيص 10,000 وظيفة للعاطلين عن العمل، وتخصيص أراضي أيضا بالأراضي السكنية إلى آخره. لكن في يوم الأربعاء الماضي قبل يومين تراجعت الحكومة وأوقفت كل هذه القرارات التي صدرت، وهذه القرارات في الحقيقة تمس أيضا أهالي بعض المحافظات الأخرى كذي قار وميسان والنجف وكابل أيضا. يعني مجموعة حقوق الأقلية الدولية ذكرت أن الناشطين في العراق يواجهون قمعا عنيفا، إلى ما ترجع سياسة العنف التي تنتهجها القوات الأمنية تجاه المتظاهرين؟ نعم، لأن الحكومة تدرك بأن المظاهرات سوف تتصاعد بعد الخيبة الكبيرة كما ذكرت، نتيجة تراجع الحكومة عن قراراتها ووعودها السابقة، هذه من ناحية. من ناحية ثانية، الحكومة تدرك بأن الأزمات الحالية التي يعيشها العراق بصورة عامة والبصرة بصفة خاصة، هذه الأزمات غير قابلة للحل، لأن الفساد يتعمق في كل مفاصل الدولة وفي كل مفاصل الإدارة وفي كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية في العراق. لذلك فالحكومة تعرف مسبقا بأن هذه المظاهرات مرشحة للتصاعد وللتحول الى حاله ما تكتسح العراق. هل هذه ذلك السياسه لا امامها حل الا الحل الامني او التصدي لها بالقوه؟ نعم. ولكن هل هذه السياسه القمعيه كما ذكر المركز، يعني هل ترى فيها حلا للازمه التي يعيشها اهل البصره وباقي محافظات العراق عموما؟ بالتاكيد لا تشكل حلا، لان العنف يولد حلا عنفا اخر كرد فعل، لكن أنا أعتقد بأن الحكومة مسيرة أيضا، هناك عامل آخر خارجي يدفع القوات الحكومية أو القرارات الحكومية إلى أن تتصرف بهذا الشكل، لأن إيران تدرك بأن المتظاهرين تجاوزوا الخطوط الحمراء كما نعلم، المتظاهرون استهدفوا إيران أيضا في هتافاتهم وفي شعاراتهم وفي كثير من الفعاليات كانت هدافاتهم واضحة ضد إيران وضد تسيدها في العراق وضد رموزها أيضا وحقوق كثيرة من رموزها. لذلك فإيران ومعها الحكومة التي تشكل أداة من أدوات النظام الإيراني متوافقون على التصدي بهذه الطريقة القمعية للمظاهرات. بعض الدلائل تثبت تورط ميليشيات الحشد في تنفيذ حملات تصفية لهؤلاء المتظاهرين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان أيضا، أليست هذه الميليشيات جزءا من القوات الأمنية؟ ألا يضع هذا الانتهاكات يعني عبد المهدي ومن قبله العبادي في دائرة الاتهام؟ بالتأكيد هذه الميليشيات بالحقيقة هي بالدرجة الأولى أداة من أدوات السيد الإيراني، الملالي الإيرانيون هم الذين يتحكمون بالميليشيات وهم الذين يدعمونها ويوفرون لها
كل أشكال الدعم، وهي طريقة الأيدي في الحقيقة لممارسة كل أشكال القمع والاضطهاد ضد الشعب، ضد المواطنين الأبرياء. نعم. هذه الميليشيات تشكل رديفا كما نعلم للقوات الحكومية، وهذه الحالة تشكلت منذ نوفمبر عام 2016 على ما أذكر، عندما أصبحت الميليشيات الحشد جزءا من المؤسسة العسكرية. لذلك لا يمكن أن ننظر إلى الحشد كحالة منفصلة عن المؤسسة العسكرية، هناك تضافر في جهود المؤسستين أو الأداتين. الحالة السائدة في العراق بالحقيقة هي حالة مزرية، حالة قمع سائد، وهناك رفض مطلق لحرية الرأي وحرية التظاهر وكل احتجاجات مرشحة لأن تواجه بعملية قمع، كما جرى اليوم في البصرة حيث فتحوا الرصاص الحي والغاز المدمع ضد المتظاهرين. شكرا جزيلا لك من مدينة مالما سويدي عضو التحالف الوطني المعارض سيد لبيد الصميدي.